الحمد الله لله. يبارك فيك، الله يبارك فيك يا حسنة. شكرا اختي، شكرا عندي شكرا. واحد الحلاوه ديال الكوكيز سهله. وهذه غادي تجي ان شاء الله، يعني في الشهوه ديال نهيله اللي كانت كطلب منا افكار ديال البيسكوي للوليدات. سهله سهله بزاف، والله يسهلها عليك يا ربي. كناخذوا كيلو ديال الدقيق يكون ممتاز، نعم، و ربع ديال الزبده، نعم، خماره، حفينة بالإيد، كنعبرها بالإيد، حفينة ديال اللوز يكون مهرمش، نعم، وحفينة ديال اللوز ديال الزبيب حتى هو يكون مقرد، نقردو ديك القرادة ديال اليد. اللوز كيكون هكاك صحيح ولا كتكوني سالقه؟ لا صحيح هكاك خضر خضر، والزبيب حتى هو كذلك بحالك داك، تنقردوهم في القرادة مزيان حتى كيوليو مرمشين، نعم، وحفينة ديال الزنجدان كلشي تنعبروه بإيدينا. أييه حفينة حفينة حفينة، نعم، صافي، وتنخلطوها مزيان، ما فيهاش البيض، ما فيها والو، اقتصادية جدا. إذا نعاودوا معاك المقادير أخت حسنة. كيلو ديال الدقيق الممتاز، وها و ربعة ديال الزبدة. الزبدة واش تكون السيدة محافظة عليها في الثلاجة ولا تكون مذوباها؟ لا تكون عادية، تكون كنا عادية، راه عارفين العيالات اللي كدير دابا حاليا في الحلوى، راه عارفين العيالات بلا ما نقولوا الاسم، حنا عبد الله، أييه القوانين أكيد. أييه وخمارة قلنا، وخمارة وكنخلطوا ديك الخليط مزيان، كنخلطوها مزيان، كنجمعوها على حسب، راه السيدة كتعرف عينها ميزانة، نعم، تلو البوا، تنديروا كبرات في اللاطة، وأي طابع تنديروا، راه كاينين الطوابع، أي طابع، ومني كطيب تندردروها بسكر كلاسي، سهلة جدا اقتصادية. هذه رائعة. نم 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 نم. إذا يلا عاودي معايا مرة أخيرة باش المستمعات، أنا عارف دابا هاد الشيء وراه غادي يجيهم في الخاطر إن شاء الله، نخليك تعاوديها لهم مرة أخيرة باش اللي ما شداتش ولا ما سجلاتش شي حاجة. واخا، كيلو ديال الدقيق ممتاز، ربع ديال الزبدة، حفينة ديال اللوز، حفينة ديال الزجلان، حفينة ديال الزبيب، تنقردوهم، نعم، خمارة، ولا لا، جبني ديال الزيت، جبني ديال السنيدة. وعشتي الحمد لله اللي عودنا. أنا دايخة، أنا دايخة. إذا نزيدوا زلافة. والله يثبتنا على الشهادة. زلافة ديال الزبدة وزلافة ديال الزيت. أييه وزلافة ديال السكر. زلافه ديال الزبده وزلافه ديال الزيت وزلافه ديال السكر وكيلو ديال الدقيق وخماره وحفنه ديال اللوز وحفنه ديال الزبيب وحفنه ديال الزجلان وكنلو البوا وتنطبعوها ومني كطيب كندردروها بالسكر كلاص غزاله فاش كتعبي اللوز الزبيب يعني غزاله بزاف مقويه الدراري. الله عليك، الله يحفظ لك يديداتك يا ربي ويخليك دائما هكذا ضحكه وناشطه يا اخت حسنه. اللهم امين. فينا بلاصه على عائله الكريشي كاملين اللي كانوا كيسمعوني دابا في الراديو، عائله الكريشي، عائله كازا، كنسلم عليهم كاملين. ولا لا حنا كنصبحوا عليهم وكنقولوا لهم اش اخبارهم ولاباس عليهم. شكرا شكرا وبوسي. فينا بلاصه. الله يحفظك. امين امين يا رب العالمين. الفوق الفوق. امين يا رب العالمين. اختي حسنه بجودكم، فينا بلاصه انت يا فسله؟ انا في القواس. ايوا كاين شي جارتك هاد الصباح؟ كاين شي جارتك هاد الصباح بغيتي تسلمي عليها؟ تنسلم على جارتي كاملين اللي تعرفوا حسنا اللي في القواس. صافي. تنسلم عليهم كاملين وتنسلم على راجلي في جديده دابا مسافر، تنسلم عليه تنقول له تنبغيك بزاف. ايوا الله يخليه لك عمارة دارك. والله يديه ويرجعوا لك بالسلامه ان شاء الله ويسعدكم يا ربي. شكرا بزاف شكرا بزاف. وكنسلم على راديو اصوات كاملين اللي في التليفونات اللي كيستقبلوا تليفوناتنا ولا كلشي، كنسلم عليهم بزاف كلهم. الله يحفظكم لينا. امين يا ربي امين، ويخليكم تنتم لينا دائما منورين راديو اصوات باصواتكم يا احلى الاصوات. اللهم امين. هذه تحيه ولكذلك حسنا، هذا العربون المحبه من عندي.